البعد الديني لمدينة النجف والعادات والتقاليد الاجتماعية المحافظة لم تمنع عددا من أصحاب المحال التجارية في شوارع المدينة من تزيين واجهات محالهم ووضع شجرة الميلاد أمامها ابتهاجا بقدوم رأس السنة الميلادية أو ما يعرف بالكريسماس. واحنا في محافظة النجف الأشرف حبينا أن نشارك أخواننا المسيحيين فرحتهم كما هم شاركونا أحزاننا في مصاب الإمام الحسين أو وفاة الإمام علي وأقاموا المواكب والتعازي. وقبل 4 سنوات أو 5 كما أتذكر لم يحتفلوا برأس السنة أو بيوم أو عيد القيامة لأسباب أنه كانت تتزامن مع 40 الإمام الحسين. فكرد الجميل كأبناء المحافظة كخلق البسمة والفرحة والابتسامة احنا اصحاب المحلات اللي حاليا موجوده اللي خالين باب النويل او الاجار اللي احنا نقول على السنه الجديده احنا بهذا الشيء هو شيء حضاري واللي هي سنه جديده على كل العراقيين ان شاء الله ما بيننا فرق لا مسيحي ولا اي كان من يكون. الى ذلك عبر المواطنون عن سعادتهم وترحيبهم بمثل هكذا فعاليات تكرس الروح الوطنيه بين ابناء البلد الواحد وتوحيد كافه قومياته. اكيد الوطن يحلى من يجتمع كل طوائفه وكل قومياته في كل مناسباته ويشارك الجميع كوطن واحد. مناسبة اليوم قريبة علينا مناسبة رأس السنة بالتأكيد يسعدني وفرحني من أتكون هذه المحافظة تشارك أخوتها. النجف مدينة دينية مدينة أمير المؤمنين بها عدة طبقات عدة ناس محافظة وهذا الشيء يعني الكل تفرح به سنة جديدة ونحتفل الاحتفال واحد إن شاء الله بس بدون مشاكل يعني وبدون أمور سياسية. وتشهد النجف حالة من التباين بين مؤيد ورافض لفكرة إقامة الاحتفالات بمناسبة قدوم رأس السنة الميلادية مؤكدين أن طقوس الاحتفال بأعياد الكريسماس هو دخيل على عادات وتقاليد المجتمع النجفي. وتأتي هذه المبادرات الشعبية التي من شأنها زرع الروح الوطنية بين أبناء الشعب الواحد ونبذ الخلافات الطائفية والقومية بعد أن عجز السياسيون عن تحقيقها في ظل وضع أمني وسياسي مربك تشهده البلاد. من النجف علي الحاج، الشرقية نيوز.